à tout de suite. Le chiffre. ضيفنا في لو شيفر سيد عبد الله العبيد دبلوماسي وسفير الأسبق. مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا يا سي عبد الله. هنا مرحبا سي عبد الله، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا وسهلا، تحياتي لكم المستمعين. شكرا لفضلك، مرحبا بك. مشاركة رئيس الجمهورية في القمة الأفريقية الإيطالية، كان تقدم بكلمة وتحدث خاصة على ضرورة التعامل بندية بين إفريقيا وأوروبا خاصة. وفي الموضوع أيضا شفنا تصريحات متاع رئيس الوزراء الإيطالية التي تحدثت عن مشاريع مش تكون في إفريقيا ومن بينها تونس. كيف تقرأ نتائج هذه المشاركة سيد عبدالله العبيدي؟ دعوة رئيسنا للتعامل بندية مع أطراف أخرى مثل أوروبا مشروع، لكن هذا يلزم مؤسسات، والمؤسسات في إفريقيا ما هيأتش للقاء هذا اللي هو بين إيطاليا وإفريقيا، مش بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا. ونعرف اللقاء هذا سبقه لقاء آخر في 2017 في برلين، كما نوع من التنافس بين البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. اللقاء متاع برلين كانت بمبادرة من فرنسا وألمانيا. نعرف تصريحات ميلوني بخصوص فرنسا واستغلالها لإفريقيا، ما أدى ماكرون إلى سحب سفير فرنسا يعني في روما لمدة أسبوعين تقريبا، وتبادل شتائم وسب إلى غير ذلك. هناك تم يعني هناك يعني نوع من التنافس بين الدول الأوروبية، هذا من ناحية. منها نعرف أنه كل بنود جدول الأعمال متاع القمة هذه هي تصب في صالح إيطاليا. نعرف إيطاليا اليوم فيها حكومة يمينية متطرفة. المشكل الأساسي هو أهم نقطة في جدول الأعمال هي الهجرة الغير النظامية. وحتى موضوع نعرف برشا بلدان يعني محط أمالها اليوم أفريقيا لما تزخر به من موارد طبيعية خصوصا الطاقة. نعرف يعني ربط إيطاليا في ما يسمى بمشروع ماتي، هو مؤسس المجموعة الطاقة في ليني، مجموعة الطاقة في إيطاليا، ويعني تحب تربط يعني التزود بالطاقة من إفريقيا بمشكلة الهجرة، وتقول أنه كيف تعطيونا الطاقة إفريقيا تتطور بطريقة أنه المهاجرين ما عادش يخرجوا من بلدانهم. يعني يظهر لي مثل مسار في اللقاء الأول اللي كان بمبادرة من رئيس الجمهورية قيس سعيد في روما، كان عنوانه يعني الهجرة غير النظامية والتنمية المشتركة. وعندما التقت الوفود غادي اقتصر هذا اللقاء على الهجرة الغير النظامية، وقالوا طو في مرحلة لاحقة نحكيه على التنمية المشتركة. ثم من وصف بمصيدة فيران يعني سوليسير دوميلوني الأفريق إيجاو، والموضوع الأساسي والوحيد هو تزود أوروبا بالطاقة. أوروبا عبر إيطاليا بالطبع، إيطاليا بستولي جسر بتاع حسب مشروع ميلوني، والهجرة يعني إكسترناليزي كما يقولوا هما، يعني معالجة مسألة الهجرة الغير نظامية بالوكالة من أطراف خارجية، يعني تمول مثل ما كان الأمر مع تونس، وكانت خيبة أمل. نعرف اللي سمى اتفاقية أبرمت بين ميلوني وروت وزير الأول متاع هولندا مع فوندرلاين، وكان الحديث حول مليار أورو، ما يناهز مليار أورو 970 ألف تقريبا. ومن بعد ما صح منهم كان 60 مليون اللي رجعهم لهم الرئيس قيس سعيد واعتبرها إهانة، وذلك علاش يحكي عن الدية اليوم في التعاون. ما نعلقوش أمل كبيرة مثل ما أشرت لي منذ حين أنه وقعت لقاءات عدة في هذا المجال، واللي طالبته وشارل ميشيل رئيس مجلس وزراء أوروبا قال أنه حتى المؤسسات المالية من SME وبنك مونديال عندهم 5 مرات أقل من يعني موارد مالية من وقت انطلاقة هالمؤسسات هذه. وثم يعني طالبين إلغاء الحواجز الجمركية وكذا، التبادل الحر، الحاجات الكل اللي تخلي البلدان الأفريقية في وضع دوني يعني أسفل من أوروبا. يعني خليونا ندخلوكم
وتخلاوا على وخليكم حارس الحدود نتاعنا. هل ما زالت اوروبا تنظر بنفس النظره يعني؟ لا بنفس النظره. يجبنا نشيروا بالنسبه للمستمعين انه اوروبا اليوم تم نزعه يمينيه متطرفه. الحزب الديمقراطي الاشتراكي في المانيا اللي كان حزب جماهيري اليوم تدنى المستوى نتاعو 14%، وثم يعني تحالف موجود فيه هو يعني هو اللي يوفر المستشار يعني رئيس الحكومه في الانتخابات الجايه باش يلقى نفسه ب 14 ويخرج بالحكم ربما، وتولي تحالف يميني. فرنسا كيف قاعدين نشوفوا كيفاش تقدم اليمين منذ فرض الحظر على روسيا بخصوص البترول والغاز الروسي اللي كان يتدفق بنسبه 42% على اوروبا. اوروبا يعني تلاجي تفركس في موارد اخرى طاقيه، وهذا الاتجاه في اللي يجعلهم يتوجهوا الى افريقيا يحاولوا يبنيوا معاها يعني اسس ومد الجسور للتزود بالطاقه، هذا الاساس، والتصدي بالوكاله الى الهجره موجات التدفق. معناتها نهزوا منكم الطاقه نعملوا لكم تنميه في بلدانكم. تحدثت على 5.5 مليار اورو، يظهر لي هكا الرقم كان ما خانتنيش الذاكره اليوم، للتنميه في اوروبا. رئيس الوزراء الايطالي خلينا نذكر بالضبط معناتها قداش الرقم، حتى انه ما نعطيوش معلومه خاطئه. كخطه اليوم 5.5 مليار يورو لافريقيا كتنميه مقابل الطاقه كما تحدثت عبد الله، ومقابل انه تكون بلدان شمال افريقيا هي حرس حدود، لانه بعد لقاء رئيس الجمهوريه قيس سعيد تقابلوا مع الدبيبه رئيس الحكومه في ليبيا. نتصور نفس الهاجس هو الهجره وتصدي لموجات الهجره المتدفقه سواء كان تونس من تونس ولا من ليبيا. حرس حدود منذ وقعت جربه عام 2002 وهما يطلبوا منا، حضرنا في لقاءات عده، جانا وزير الداخليه الالماني وتوشيلي انذاك وطلب منا باش تونس تتحول الى زون دو ريتونسيون يعني تحتجز المهاجرين غير النظاميين، واللي يحب يمشي لاوروبا يقدم الملف نتاعو، اذا كان تقبل ينجم يلتحق باوروبا، واذا كان ما تقبلش ترجعوه لبلاده، تونس ترجعوه لبلاده. وحنا نعرفوا اللي هالعمليه هذه الكل حتى مع تونس قاعدين يسوقونا في امور وهميه. تونس الرسميه قالت لنا منذ اسبوع انه ابرمت اتفاقيه نتاع هجره دائريه سيركولير ميغراسيون سيركولير مع سويسرا، حاملي الشهادات العليا توانسه شباب تونسي يلتحق بسويسرا عنده الحق باش يقيم في سويسرا 18 شهر، واذا كان ضره باش يرجع لتونس يرجع. ولا هذا يعني يمشيوا ما يسمى بالميغراسيون شوازي الهجره المنتقات، يمشيوا لهم شبابنا الغالي هما يختاروا الباهي يخليوها عندهم لحاجتهم بيه لحاجتهم به بعد ما نكونوه ونصرفوا عليه، تصرف عليه المجموعه الوطنيه، ياخذوه هما هناني بناني كما نقولوا بلغتنا. شكرا لك سي عبد الله العبيدي، دبلوماسي وسفير الاسبق، هذه قراءه في نتائج